ما مع الثلاث المراكز المتقدمه. ما زالت الاصوات متواصله والشوط التاسع على اتم الاستعداد لانطلاقه هذا الشوط. ما زالت الأشواط تتواصل مشاهدينا الأعزاء من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ورحبوا بجميع المشاهدين الكرام وكذلك المستمعين الأعزاء الذين يستمعون عبر أثير الراديو 88.6 وأيضا المستمعين عبر إذاعة قناة الريان الفضائية 97.0. فمرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمشاركين والحاضرين معنا في هذا اليوم، يوم ختام المرحلة الأولى من السباق المحلي الرابع. تهانينا لجميع الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالف الحظ في هذا السباق في السباقات وفي الأيام القادمة. إذا مشاهدينا الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في هذه اللحظات التقدم والانطلاقة مع العنود لهجن الشيحانية، يضمر العنود سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن دخول على العنود من وسط الميدان ومن العمق اللي تتسلل من الوسط هنا منوة لهجن الشيحانية، انضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وجميع الثلاث اللي على المركز الأول. الثلاث المراكز الأولى تأتي من هجن الشيحانية وتضمير مع أحد الخبراء والعمالقة سلطان بن محمد الوهيبي، الدوحة اللي تتسلل الآن وتحمل الرقم 8 ولكن تحتل المركز الأول مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الدور دور المركز الثاني هنا من وهل هجن الشيحانية أيضا مع الوهيبي. المركز الثالث العنود أيضا تأتي من هجن الشيحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع لهجن الشيحانية واسمها الغارية، المضمر سالم بن فاران المري أحد الشباب المميزين. المركز الخامس التقدم من الدوحة، أيضا تأتي الدوحة لهجن الشيحانية مع المضمر القدير والذهبي سالم بن فاران المري. عموما وعلى كل حال، ما زالت الأمور وما زالت صدارة الشوط أيها الأعزاء مستمعين الكرام مع الدوحة وتحت خفاف وأخف الدوحة الخفيفة على الميدان والتي تنطلق على أرضية الميدان في هذه اللحظات. الدوحة تأتي من هجن الشيحانية وتقدم هذا العرض الممتاز وهذا الأداء الراقي في هذا المساء وفي هذا اليوم. الدوحة على المركز الأول يتابعها أحد أقطاب التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مضمر مشهور في عالم التضمير، نار على علم يا الوهيبي، أشهر من نار على علم. الدور دور وهذا دليل ومصداق لما أقول. الثلاث المراكز الأولى التي تسيطر على المثلث الذهبي في هذا الشوط، منه على المركز الثاني أيضا بقيادة الوهيبي ولهجن الشيحانية الملكية. المركز الثالث أيضا لهجن الشيحانية واسمها العنود، ويضمرها أيضا سلطان بن محمد الوهيبي اللي مقدم طيور في هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. ولكن شوف الدوحة يا متابعين تحمل الرقم 5، هذه الدوحة وقادمة إلى المركز الرابع، أيضا تأتي من هجن الشيحانية المضمر سالم بن فاران المري. من أخذ الآن يقدم الدوحة إلى المراكز الأولى، ننتقل إلى المركز الخامس وهنا الغارية أيضا لهجن الشيحانية المضمر سالم بن فاران المري. روحت مشاهدينا الأعزاء هجن الشيحانية في هذا الشوط، هذه شوارد الشحانية تنطلق بالأربع مراكز الأولى بل بالخمسة المراكز الأولى ويسابق هذا الشعار نفسه بنفسه في هذا الشوط. الآن التقدم والتحرك من العنود اللي تتحرك الآن وبدلت وغيرت صدارة الشوط، ولكن عادت منوة مرة أخرى، منوة لهجن الشحانية، وأيضا وصول خطير من الدوحة لهجن الشحانية المضمر سالم بن فاران على المركز الثالث. المركز الرابع الدوحة أيضا لهجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نحن مشاهدين الأعزاء
حفلنا الكريم نقترب من منتصف الشوط وما زالت الأمور مع العنود التي تسيطر تمام السيطرة على ناموس الشوط والعصاقوس. يا سلام، الله ما أجمل هذا المنظر، ما أجمل المنظر بأن الآلي مربوط ربط وعلى شكل قوس. يا سلام الانطلاق، عندما نشاهد هذا المنظر نعرف تماما بأن الانطلاق ذاتي والدفع تلقائي. عموما وعلى كل حال، هذه العنود على المركز الأول، تليها مباشرة منوه لهجن الشيحانية المركز الثالث، أيضا الدوحة لهجن الشيحانية، المركزين الأول والثاني بقيادة وبتضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الثالث من هجن الشيحانية واسمها الدوحة والتضمير مع سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع اللي تراجعت إلى المركز الرابع الدوحة أيضا من هجن الشيحانية، بينما المركز الخامس الوصول من الوجبة لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى الضغط اللي أشوفه على صدارة الشوط، وتنافس مثير ما بين الثلاث المراكز الأولى على هنا، تنافس قوي مشاهدينا الاعزاء على انتزاع المركز الاول. الله يا العنود، العنود مشاهدينا الاعزاء على المركز الاول لهجن الشيحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الملاحقة بدأت الآن يا متابعين من الدوحة بقيادة سالم بن فاران، من قدم الدوحة وانبرت للعنود لنشاهد تبارز ومعركة في هذا الشوط. المركز الثالث هنا المنوى لهجن الشيحانية سلطان الوهيبي في التضمير. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وإذا ما زالت العنود على صدارة الشوط لهجن الشيحانية ومتابعة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول. إذن المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم الدوحة لهجن الشيحانية المضمر سالم بن فاران المري، وانطلاقتها ممتازة للغاية دور المركز الثالث، ومن تتقدم في هذه اللحظات على ثالث المراكز. الله منوه لهجن الشيحانية، ولكن العنود في وضع تهدئة، الهدوء الذي يسبق العاصفة، استراحة محارب الآن تقوم بها العنود. يا سلام، الله يا العنود، الله يا العنود مشاهدينا الأعزاء، وفي وضع الدلج اللي كان في الله، جددت المرباع العنود مشاهدينا الأعزاء، وانطلقت انطلاق ممتاز. إذا مشاهدينا الأعزاء العنود خلاص قفلت الشوط العنود من واقع هذا الانطلاق الصاروخي إلى صالة المغادرون وإلى الكيلو الأخير. يا سلام يا سلام يا العنود، الله يا العنود، الله 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 على هذا الانطلاق الممتاز. تفتتح الكيلو الأخير مشاهدينا الأعزاء بخطى ثابتة وبقدرات هائلة هذه المشاركة مشاهدينا الأعزاء. الله يا العنود، شكلها والركض ممتاز يا الوهيبي، والأداء والتضمير أكثر من رائع وأكثر من ممتاز. هذه العنود، ولكن دير بالك شعارك غادم أيضا، شعار هجن الشيحانية على ظهر السيلية، ويلاحقه الوجبة، تلاحق السيلية الوجبة أيضا لهجن الشيحانية، السيلية بقيادة سلطان الوهيبي، الوجبة بقيادة سالم بن فاران، وأيضا التغييرات مستمرة. العنود على صدارة الشوط، 600 متر أخيرة تفصل العنود عن ناموس الشوط، ولكن القدوم السيلية قادمة وترفع راية التهديد من هجن الشيحانية، وتلاحقها الوجبة مشاهدينا الأعزاء، وأيضا قدوم من السعدية لهجن الشيحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية صاحب أفضل توقيت في هذا المساء، ولكن السيلية والوجبة مشاهدينا الأعزاء، السيلية وال300 متر الأخيرة هي الأقرب للفوز السيلية، ولكن الوجبة بقيادة الذهب الخطير يا سلام
يا الوجبة. الله تنقض مشاهدينا الأعزاء في الأمتار الأخيرة لتنتزع ناموس الشوط وتهدي السلام إلى هزل الشحانية وإلى عزمة الذهبي في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، سلام الذهبي سلام، سلام هزل الشحانية سلام، سلام الوجبة سلام على هذا الفوز المستحق. الوجبة مشاهدينا الأعزاء تختطف ناموس الشوط وتهدي السلام إلى هزل الشحانية وإلى المضمر الذهبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني السيلية لهجن الشيحانية، المضمر سلطان الوهيبي. المركز الثالث العنود من هجن الشيحانية أيضا بقيادة الوهيبي. المركز الرابع السعدية أيضا من هجن الشيحانية وقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الخامس الهدى لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بن العرج المري. تهانينا وناموس لمالك الوجبة هجن الشيحانية. توقيتها 9:28 58 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية والتهاني للمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني السيلية توقيتها 9:29 بالوفاء والتمام. تهانينا أيضا لهجن الشيحانية والتهاني للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث العنود من وسط في المركز الثالث. تهانينا لهجن الشيحانية والتهاني أيضا لسلطان بن محمد الوهيبي. توقيتها 74:31 هذا هو التوقيت الزمني. تهانينا وناموس لهجن الشيحانية ولسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.